السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في شقة عرض مفتوح تشطيب بلوكس، الشقة مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، عمارة بدون اسانسير، واجهة سلم موزايكو بالدور الخامس، بها جميع المرافق، غاز وكهرباء قديم وعداد مية، تاني نمرة من العمومي في منطقة أم بيومي، العنوان شبرا الخيمة أم بيومي عند سنتر محمود. المطلوب 40,000 والإيجار 500. للاستعلام اتصل على الرقم 012-049-49967، ده مكتب العمدة للعقارات وعنده شقق كتيرة. وفي رقم تاني ممكن تتصلوا عليه 031-2358-736، وهسيب لكم رقم التليفون اسفل الفيديو. مكتب العمدة للعقارات وعندهم شقق كتيرة، تشطيبات وكامل تشطيبات، نص تشطيب وطوب احمر وادوار يعني كتيرة. فين؟ في ام بيومي شبرا الخيمة عند سنتر محمود. مطلوب 40,000 والايجار 500. لو حد عنده شقة عايز يأجرها أو يبيعها يبعتلي على الواتس على 011-2-38-2148. لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو، واللي شاف قناتي أول مرة أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.